بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري المباشر. إذن شهدت العديد من ولايات الوطن أمس مسيرات ومظاهرات سلمية حاشدة للمطالبة بالتغيير السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستجابت حشود بشرية لدعوة التظاهر بعد صلاة الجمعة وخرجت بأعداد غفيرة للتعبير عن مطلبها. دعوة التظاهر السلمي للمطالبة بالتغيير السياسي لاقت استجابة واسعة عبر العديد من ولايات الوطن. آلاف الجزائريين خرجوا عفويا للتعبير عن إرادتهم بإصلاحات فورية تستجيب لتطلعات الشعب. نحن هنا من أجل الجزائر ومن أجل إنقاذ الجزائر. الحمد لله الشعب بكل راه مسالم، شعب قاري كولتيفي على بالو واش يدير، ما بقاتش كيما بكري فوضى وتكسار وكذا، الحمد لله الشعب واعي. برج بعرريش، باتنا، قسنطينة، وهران، تيزي وزو، بجاية، عنابة، نمسان وسيدي بلعباس، بشار وكبرى المدن نادت بصوت واحد: نعم للتغيير السلمي، نعم للحفاظ على أمن الجزائر. ماذا بنا تتغير الأمور يا خويا؟ رانا ولادنا راهم ضايعين. واحد يجيب برنامج انتخابي ولا الصندوق يفصل بين الناس هادو ويكون من رانا محتاجين. احنا يا شباب، احنا شباب عندنا راي، حبينا نخرجوا، هذه وقفه سلميه. رسالة هذه الحشود البشرية التي خرجت بأعداد غفيرة اختارت التظاهر بشكل حضري في جل أرجاء البلاد، معبرة عن مطلبها الداعي إلى ضرورة الاستجابة لرغبة الجماهير. ما انا فاهمين والو، شكون اللي دار لا دار؟ شكون اللي قالنا خرجوا الجمعه؟ ما على بالناش، حنا خرجنا واحد ما عاجبو الحال، واحد ما فاهم. ربي يحفظ البلاد تاعنا، ربي يصلح راي اللي يحكموها وربي يجيب الخير. حنا طالبوا من الاعلام اللي ما كانش، علاه يجيبوا لنا حوايج مش ملاح في التلفزيون؟ بصح حاجه كيما هذه ما يفوتوهاش في التلفزيون، الاعلام هي السلطه الرابعه. مسيرات شعبية من أجل الوطن أحسن فيها الجزائريون السير والتعبير، ومظاهرات سلمية أسقطت أوراق المتربصين، وكانت فيها العلامة الكاملة أيضا لمصالح الأمن التي وفرت الغطاء لتجري الأمور دون انزلاق. وبالعاصمة كسر المتظاهرون الحظر على المسيرات والمظاهرات المفروضة بقانون الطوارئ، حيث التأمت بساحة أول ماي حشود جماهيرية قادمة من الأحياء الشعبية لتتوجه بعد ذلك نحو رئاسة الجمهورية مرورا بقصر الحكومة. وتميزت المسيرات مثل ما قلنا بطبيعها السلمي الحضاري. لأول مرة منذ سنوات يكسر العاصميون الحظر المفروض على المسيرة في عاصمة البلاد. الآلاف من المتظاهرين صالوا وجالوا في كبرى الشوارع ورددوا ما شاءوا من تعابير وشعارات سياسية في حشود ذكرت الجزائريين بالمشاهد التي واكبت بداية عهد التعددية. عندما يريد الشعب لا أحد يقف في وجهه، من باب الواد إلى ساحة الشهداء مرورا بباحة البريد المركزي، سار الآلاف بعفية وسلمية جنبا إلى جنب مع مصالح الأمن التي أمنت المسيرات. ومن أمام مبنى البرلمان مر المتظاهرون ووصلوا إلى قصر الحكومة وتجمهروا أمام مبنى الرئاسة. سلمية سلمية سلمية
وعلى غير العادة كل الطرق والمسالك بالعاصمة كانت مفتوحة أمام الحشود البشرية التواقة إلى التغيير. وعموما سارت الأمور في أحسن الظروف، حس مدني راقي ومسؤولية كبيرة تحل بها كل الأطراف، فمرت مسيرة الجمعة بهدوء وسلام. هذه المسيرات التي أطرها شباب بكل عفوية كانت بمثابة صفعة أخرى تتلقاها الأحزاب والتشكيلات السياسية التي عجزت عن تأطير الجماهير في الكثير من المناسبات. الحراك الجماهيري كان أيضا رسالة قوية لكل الجهات التي حاولت ركوب موجة الاحتجاج والاستثمار السياسوي فيه قبل بدايته من خلال الترويج لخطابات التحريض والعنف. ومع ذلك حاولت أحزاب التعاطي مع المسيرات السلمية من خلال نشر بيانات تدعم وتساند هذه المسيرات، كما قدمت دعوات للتفاعل مع ما تسميه بالمطالب الشرعية للجزائريين في وقت عجزت فيه عن إثبات وجودها في الميدان. وفي السياق ذاته أوقفت المصالح الأمنية حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني 41 شخصا التوقيف جاء نتاجا لإخلال الموقوفين بالنظام العام والاعتداء على القوات العمومية وتحطيم الممتلكات خلال الاحتجاجات التي شهدتها العديد من ولايات الوطن أمس من مسيرات ومظاهرات سلمية حاشدة للمطالبة التغيير السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية. تربويا أعلنت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط عن تنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية للأساتذة، وجاء في نص المنشور الذي نشر على صفحة الفيسبوك الرسمية أنه سيتم قريبا منح فرصة ثانية للمترشحين الذين لم يسعفهم الحظ في الامتحان المهني المنظم يوم 15 جانفي للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاث، وذلك بتنظيم دورة ثانية على أساس المناصب الشاغرة المتبقية والتي يبلغ عددها الإجمالي 9023 منصبا. أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سميرة جعيدر أن إسقاط المتابعات القضائية عن المستفيدين من تمويلات أونساج يخص الشركات المتعثرة ولا يعني بتاتا مسح الديون. جعيدر وفي تصريحات خاصت بها القناة نفت تراجع حجم تمويلات أونساج بفعل انهيار إرادة الدولة، موضحة أن قبول المشاريع يخضع للجدوى الاقتصادية. من استفاد من قروض أونساج سيدفع ديونه، وكل ما أشع مجرد سوء فهم، فإسقاط المتابعات القضائية ضد المستفيدين من التمويل البنكي تحت مسمى وكالة دعم وتشغيل الشباب لا يعني بالضرورة تخلي الدولة عن أموالها. هنا يعني نوقف المتابعات القضائية، وهذا يخص المؤسسات اللي هي قايمة وعندها صعوبات في تسديد الديون ديالها، وهذا يدخل يعني من بين المهام اللي نقوم بها وهي يعني مرافقة الشباب، يعني وهذه المرافقة ما تكونش إلا في مرحلة إنشاء المؤسسة المصغرة أو قبل إنشاء المؤسسة المصغرة. وبتفصيل أكثر، أصحاب المشاريع المتعثرة والمتراكمة ديونها ملفاتها ستدرس حالة بحالة وبتدقيق مفصل بعد قرار التنازل عن الشكاوى والدعاوى القضائية المرفوعة ضد كل المؤسسات المستفيدة. نقول للشباب أنهم يتصلوا بالوكالة المحلية ديالنا وندرسوا حالة بحالة على حسب الحالة. يعني كاين شاب يقول لك أنا يعني عندي 6 شهور ولا عام ولا اللي ما نقدرش نخلص فيه من العام ولا نقدر نعاود جو روبخون لو رومبورسمون دي كريدي ديالي، وكاين واحد يقول لك لا هي يعني 6 شهور ولا نقدر نرومبورسي. كل واحد يعني حالة بحالة وعلى حسب النشاط. أونساج الأخرى ستبقى ولن تغير استراتيجيتها حسب المسؤولين، فالدعم متواصل بنفس الوتيرة والشروط القديمة لحامل الشهادة وصاحب المشروع.
لما لا تؤثر على تمويل مشاريع الشباب. وانا هنا ينقل لكل شاب عنده فكرة الا انه يكون عنده تاهيل ويكون يعني اما خريجي الجامعه او يكون خريجي التكوين المهني. ما كان حتى تغيير بالنسبه لمرافقه الشباب في انشاء المؤسسات المصغره. حنا رانا نقولوا مرحبا بكل شاب عنده فكره مشروع تتماشى مع متطلبات السوق، رانا هنايا باش نرافقوهم. مسح الديون إذن لن يكون، وتسديد القروض حق ولو بعد التخلي عن المتابعات القانونية لكل من قصد باب وكالة دعم وتشغيل الشباب واستفاد من التمويل وفتح مؤسسته. أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تخفيضات قياسية تصل حدود 55% على جميع رحلاتها إلى الخارج ابتداء من 21 فبراير إلى 26 أكتوبر المقبل. المتحدث باسم الشركة ومسؤول الاتصال أمين أندلسي أوضح أن الشركة تعرض سعرا ترويجيا للغاية تقدمه لزبائنها على مدى فترة طويلة في جميع وكالاتها بالبلاد تماشيا مع الرغبة في التقرب من الزبائن وضمان أفضل الخدمات. أصدر المجلس الأوروبي قراراً جديداً برفع رسوم طلب الحصول على تأشيرات شنغن من 60 إلى 80 أورو، أي ما يعادل نحو 19,000 دينار جزائري. القرار الجديد يتيح للمسافرين المتجهين إلى أوروبا تسهيلات تتعلق بتمديد صلاحية التأشيرة لمدة 5 سنوات، وأيضاً تمكين طالبيها من إيداع ملفاتهم قبل 6 أشهر من موعد السفر، فيما أكد المجلس الأوروبي على مراجعة تسعيرة التأشيرة مرة كل 3 أعوام. المسافرون الجزائريون المتجهون إلى دول الاتحاد الأوروبي عليهم أن يدفعوا 80 أورو بدل 60 للحصول على التأشيرة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، إجراء جديد يرفع الأعباء بنحو 20 أورو. لقاء خدمات فيزا شنغن يعتبرها المجلس الأوروبي مختلفة عن السابق بمنح تسهيلات خاصة للدول التي تتعاون معه في مجال استقبال رعاياها وإعادتهم إلى بلدهم الأصل ممن وصلوا إلى الأراضي الأوروبية بطرق غير قانونية. التسهيلات التي أعلن عنها المجلس الأوروبي تشمل فترة صلاحية التأشيرة التي يمددها إلى 5 سنوات عكس ما كان معمولا به سابقا، وهو القرار الذي يخفف التكاليف لمن اعتاد السفر إلى الوجهة الأوروبية وصوب إضفاء مزيد من الليونة والسلاسة في معالجة الملفات. تتيح التدابير المتخذة الفرصة لإيداع الطلبات قبل 6 أشهر من موعد السفر بعدما كانت محددة ب3 أشهر كأقصى حد، خطوات من شأنها أن ترفع حجم التوافد على دول الاتحاد رغم تشديد القيود على الدول التي لا تتعاون معه بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية. فما سيقدم عليه المجلس الأوروبي يعطي صلاحية أكبر للجنة الأوروبية لتشديد الخناق أو فتح المجال للمسافرين والدول التي ينتمون إليها لدخول الأراضي الأوروبية بأريحية أكبر أو منعهم مستقبلا من دخولها. هذه المحددات الأساسية التي ضبطها الاتحاد الأوروبي تشمل الجزائريين ضمن 100 دولة حول العالم معنية بالتطبيق الإجرائي لتنظيم خيارات المسافرين مستقبلا قبل التوجه لاقتناء تأشيرة الدخول إلى أوروبا. افتك بنك الجزائر الخارجي رخصة أوروبية لفتح فروع له عبر البلدان المنضوية تحت لواء فضاء شنغن. وكشف رئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي إبراهيم صميد عن عزم أكبر البنوك الجزائرية بفتح أول فرع دولي له بباريس قبل نهاية جوان المقبل. تقرير في السياق للزميل كمال جفر. السداسي الأول من السنة الجارية موعد جديد حدده بنك الجزائر الخارجي لفتح فرع له بالعاصمة الفرنسية باريس. فرع بدأت أولى ملامحه الأولى في الظهور بعد استكمال البنك الأم لكافة الترتيبات الإدارية واللوجستية لتدشين المقر الجديد. في هذا السداسي الأول يكون فيه لزاكريمون لوفرتور الوكالات الأولى في العام هذا 2019، دونك سافاتر وكالات في لي غروند فيل تلكو باريس، ومن بعد هذه نكملوا باش نتعموا على كل لي فيل فرنسا.
الفرع الجديد لبنك الجزائر الخارجي وإن كان سيتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا له، يرتقب أن يتبعه فتح فروع بنكية أخرى في عدد من المدن الفرنسية، تليها كبريات العواصم الأوروبية كلندن ومدريد وروما وبرلين. Il faut préciser برك باللي يساجي دان اغريمون اوروبيان اي نون با اونيكمون اغريمون فرونسي دونك لو دوسي فا تتر ميم انفوايا لا بي سي فرانكفورت اي سا فا سا فا نو بيرميت بار لا سويت نون سيلمون دو نو امبلونتي اون فرانس اونيكمون سا فا نو ايدي ا نو امبلونتي لا اون سويتري لو فير دون لاسباس دو شنغن باسكو سا فا اتر ان اغريمون اوروبيان. وبحصول بنك الجزائر الخارجي على الرخصة الأوروبية سيكون أول بنك جزائري ينشط في السوق المالية الأوروبية، ما سيفتح أمام هذه الهيئة المالية أفاق تعامل واسعة تسهل على زبائن البنك مختلف التعاملات المالية سواء كانت داخل الوطن أو خارجه. في شأن متصل، كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية راشد بلعيد عزم البنوك تخلي نهائيا عن الأوراق في فتح الحسابات ومنح القروض البنكية. أقول بلعيد وفي تصريحات أدلى بها لقناة زير نيوز أكد أن البنوك تهدف للوصول إلى صفر ورقة في معاملاتها المالية على المدى القريب. التفاصيل مع منال عبديش. ترقية وتطوير وسائل تقديم الخدمة المصرفية والتي تبنتها البنوك الجزائرية منذ 2006 لا تزال متواصلة، فمن الدفع الآلي إلى استعمال نظام الإيبايمنت الدور الآن حان لإعفاء الزبائن من تقديم أي وثيقة، فالبنك هو من يتكفل بتحميلها. المشروع اللي رانا نخدموا عليه مع وزارة الداخلية راسلناهم وعندنا يعني انيكو فافورال باش نولوا يعني نحملوا شهادات الميلاد وكذا الوثائق الحاله المدنيه نتاع الزبائن ديريكتومو من هذا الموقع نتاع يعني كل هذا قاعدين نعملوا في وكذلك لي زاجونس ديجيتال كي سامبلونت دون الكاد دو ديفلوبمون ريزو دي بانك ان بو بارتو. سعي البنوك لتقديم أفضل الخدمات يعد السبيل الوحيد لإقناع المواطنين ورجال الأعمال بضرورة التعامل عن طريق البنوك، فكسب ثقة الزبائن رهان الوقت الحالي. Hein, suite à un retrait de fin de mois de leur salaire et ils procèdent donc à une thésaurisation. Ils préfèrent mettre l'argent chez eux, donc à la maison, hein, que de les laisser au niveau des comptes des banques. Les laisser donc à la maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils utilisent du cash pour faire face aux besoins de leurs besoins quotidiens. Alors quelle est la problématique? La problématique maintenant, c'est une affaire de banque. C'est aux banques de proposer des produits financiers en mesure de convaincre le client, le détenteur donc du compte à laisser cet argent. تفضيل الآلاف أو الملايين عدم التعامل مع البنوك كبد الخزينة العمومية خسائر معتبرة على مدار عقود من الزمن، فالمرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود لإيجاد استراتيجية فعالة تعيد ثقة المواطنين في بنوك لا يرون فيها أي فائدة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.